الضرب في الميت حرام، وخنق المخنوق اسمه إعدام. كيف تبتر قدماي وتطالبني السعي للأمام؟ طال الانقسام واشتد الحصار وكذا الخصام. متى تمد يديك إلينا بالتصالح والوئام؟ لما تكبل أيدينا وتقطع رواتبنا وتحيل حياتنا من النور إلى الظلام؟ أيها الرئيس اسمع وانصت، إن تختار الوحدة معنا أو الرحيل في سلام. هذا وقت الفعل فاختر، أما نحن فقد كرهنا الكلام. أنات ممزوجة بالغضب، تلك التي خرجت ولا تزال من أفواه الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يرزحون تحت حصار، لا بل حصارين خانقين، أحدهما يفرضه الاحتلال والآخر برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتخذ عدة قرارات عبر حكومته ضد أهالي القطاع. تدرجت من خصم في رواتب الموظفين إلى قطع بالكامل وإنقاص في كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما أغرق القطاع في ظلام يضاف إلى مناخ العزلة والانقسام الذي يسيطر على الفصائل الفلسطينية. عباس يرى في قراراته إرغاما لأنف حماس حتى ترضخ لما أسماه مقتضيات المصالحة، بدا أنه نسي أن حماس مهما كان عدد أعضائها فإنها جزء من كل اسمه قطاع غزة، والذي يأوي عجائز ورضع لا ناقة لهم ولا جمل فيما يجري من خلافات. إلى متى سيستمر الشقاق؟ وحتى متى سيضيق على غزة وغيرها الخناق؟ وماذا لو تجاوزت الفصائل والسلطة ووصلت إلى اتفاق؟ أسئلة تدور في الشارع الفلسطيني الذي يرى قيادته قد استبدلت حربها مع المحتل إلى معركة مع الرفاق، عباس والفصائل الفلسطينية، وفاق أم طلاق؟ هذا هو ملفنا الأول لهذه الليلة، نتابع بعد هذا التقرير. من تصعيد إلى تصعيد تمضي الأزمة الفلسطينية التي باتت ككرة الثلج التي تتدحرج لتلقف ما يقابلها قبل أن تسقط من علي. أحدث فصول الأزمة كانت تلك التي رعاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قرر تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة للضغط على حماس من أجل حل اللجنة الإدارية التي شكلتها والاستجابة لما سمتها السلطة مبادرة القدس التصالحية. رد حماس كان جاهزا، وهو مجابهة تهديدات عباس عبر إعلان الحركة استمرار عمل لجنتها الإدارية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة. وقال أحمد بحر القيادي في حماس والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة إن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة. في حين أكد رئيس اللجنة الإدارية عبد السلام صيام أن الوزارات في قطاع غزة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات عباس، كاشفا أن التسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة سيكون له آثار سلبية. وسط الصراخ تضيع الحلول إذن، فموجات الغضب التي تتعالى داخل قطاع غزة جراء السياسة العقابية المتبعة من السلطة تشي بأن أي حديث عن المبادرات والمصالحات وإنهاء الانقسامات ليس إلا طق حنك. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. عباس والفصائل الفلسطينية، وفاق أم طلاق، هو ملفنا الأول لهذه الليلة والذي سنناقشه مع ضيفنا عبر السكايب من دبلن الأستاذ عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أستاذ عدلي أهلا بك. أهلا بك ومشاهدي قناة تن. نعم أستاذ عدلي، يعني مزيد من التصعيد كان هذا هو الخيار الذي رآه الرئيس محمود عباس الفلسطيني مع قطاع غزة، وذلك عبر جملة من القرارات التي رآها أهالي القطاع عقابية. برأيكم أي مسار تتجه إليه الأزمة بعد هذا التصعيد؟
هي يعني طبعا بمفردات السياسة وليس بمفردات الاجتماع، لا بالسياسة لا بالطلاق ولا بالزواج. هي هناك اشتراطات على طرف الرئاسة الفلسطينية، وهي غير قادرة على التوصل إلى أي مصالحة، لأن للمصالحة هناك مستلزمات يعني سياسية ودستورية وقانونية وإدارية وما شئت من كل مجال. استطاع عباس إلحاق التدمير به وشطبه وإيصال الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني والمشهد السياسي الفلسطيني إلى حال لا تشكل، الهيولي يسموها لا تشكل السياسي واللا تشكل الكياني. فالقضية ليست هناك يعني إمكانية لمصالحة، لأن الذين يتصالحون لكل منهم منهجه ولكل منهم وجهته وسياقه، وبالتالي الموضوع مش موضوع عقاب. هو يعني لم يأثم الناس لكي يعاقبوا، الناس صمدوا وصبروا وحتى قاوموا التعب، تعب المعادن، ولكي يثابوا وليس يعاقبوا. شعب غزة تحمل يعني ما لا تتحمله الجبال، يعني 3 4 أيام في قطر مفتوحة قدامها السماء والبحر والطيران والأساطيل والمليارات، وصارت تصرخ ترجع بالصوت وتقول حصار، قطر محاصرة. غزة لها الآن 10 سنين 11 سنة محاصرة، حصار خانق، ويجري كل يوم إلحاق الأذى فيها وبشعبها، ويتم يعني إدقاع المجتمع، إفقاره، الإجهاز على حتى على فرصته في أن يتحصل لقمة الخبز الكريمة. نعم ورغم ذلك نعم شعب غزة لا زال صامدا، وعباس الحقيقة لا يعاقب حماس ولا يتوجه لحماس بأي شيء. حماس يعني لا يؤثر عليها محمود عباس. نعم عباس سيد عدلي، يهدم، يقوم نعم بعملية هدم للحركة الوطنية الفلسطينية من خلال هدم وانهيار غزة اللي هي المساحة نعم، الضامنة الآن وهذا هو مدخلنا لوجود للسؤال حركة الثاني. سيد عدلي، بعض الفصائل يعني رأت في القرارات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس استمرارا في تعميق الأزمة، وربما تلك أو ذلك التعميق سيدفع غزة إما إلى الانفجار أو وجود أو البحث عن حلول سياسية بديلة. هذه الحلول ربما لا تخدم النضال الوطني. برأيكم أي الخيارين أقرب؟ وأيضا ما هي طبيعة تلك الحلول السياسية البديلة التي تتحدث عنها الفصائل؟ هو الفصائل يعني ترى أن الوقت وقت مستقطع، يعني كأنهم ينتظرون الأقدار التي تزيح عن كاهلهم كابوس عباس. وعباس أيضا يرى في الوقت أنه وقت مستقطع، يريد أن يعني يستدر عطف الأمريكيين والاحتلال الإسرائيلي لكي يعطيه شيئا، وهو لا يعطيه أي شيء. هو قدم كل شيء في الضفة ولم يصل إلى حتى مستوى أن يستعيد وضع الضفة قبل أكتوبر 2000، يعني قبل اندلاع الانتفاضة الطويلة الثانية. لم يأخذ شيئا، أحكم الاحتلال قبضته بالكامل على الضفة، ولدينا سلطة ورئاسة وحرس رئاسة ومراسم تحت قبضة الاحتلال. اليوم في ظل هذه الأوضاع لا تستطيع الفصائل أن تعمل شيئا. بقايا الفصائل هي عناوين وليست أكثر من عناوين. للأسف هذه الفصائل لم تصل إلى يعني إلى نتيجة، بأن هذه القرارات التي تفضلت بالحديث عنها ستتلاحق. اليوم في حديث يعني أنا سمعت بالأمس أنه حتى آخر الشهر سيتم إقعاد جميع الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة. نعم. حتى الغزيين الموجودين في رام الله في الضفة سيتم إقعادهم. الغرض هو طبعا العقاب هنا عقاب لحركة فتح وعقاب لغزة ولشعب غزة وللدورة وتعطيل للدورة الاقتصادية. فهو بده يعني بفكر حاله يعني انه بده يعاقب حماس من خلال يعني القضاء على القوة الشرائية للناس بقروشها القليلة في داخل غزة. هو يريد هدم منظومة الوطنية، هدم الحركة الوطنية من خلال المساحة الضامنة
لوجود هذه الحركة وهي مساحة غزة، هي مساحة غزة، لكنه يعني يجهل انه الضفة الفلسطينية والقدس يعني تختزن يعني وطنية عميقة وعالية، وأن المجتمع سينفجر حتى في الضفة، لأنه شعبنا في الضفة شعب مناضل وشعب يناضل حتى أكثر من غزة اليوم. الهبة الشبابية هبة في الضفة، والقدس في الضفة، وكل الشعب الفلسطيني هو يعتقد يعني أنه بالقرارات وبالتضييق على الناس وبخنق حياتها يعتقد أنه يعني هو أنه يعني يسجل نجاحات في الوجهة التي يريد. وبالعكس سوف يلومه المجتمع الدولي، لأن هذه القرارات التي يتخذها هي التي تصنع العنف وتصنع المتطرفين، وهي التي تصنع الشرور هذه، لأنه هو أصلا يجيد اللعب بالسياسة ويجيد التكتيك بالسياسة، لكنه لا يفهم ولا يجيد اجتماعيات السياسة. نعم، وفي هذا الإطار سيد عدلي، الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير ألقى باللوم على الانقسام على حركة حماس، واتهمها بأن هي من تقوض أو تعيق عمليات المصالحة من خلال رفضها لحل اللجنة الإدارية. ولكن هذه التصريحات أتت بعد أيام فقط من تقديم حماس لمبادرة وفاق تقضي هذه المبادرة بحل اللجنة ومطالبة حكومة الوفاق بالذهاب إلى القطاع واستيعاب الموظفين. هل أو هذا التباين كيف تقرأه بداية، وأيضا على من تقع المسؤولية بشكل كبير؟ هو أولا اللجنة الإدارية هذه يعني أكذوبة في الخطاب العباسي، لأن طول عمرها في لجنة إدارية، لأن الحكومة غائبة. كانت هناك حكومة لحماس، ثم عندما جرى توافق نظريا يعني توافق نظري، تم أصبحت هناك حكومة بسموها حكومة وحدة وطنية. لم تمكن هذه الحكومة، لأن المصالحة كانت ناقصة، لم تمكن هذه الحكومة، أعاقتها حماس نفسها، أعاقت هذه الحكومة، لأن حماس لدى المصالحة بالنسبة له لها لا يعني تحتاج إلى تلبية اشتراطات سياسية وإدارية، وهذه الاشتراطات لم تلبى. المصالحة مش مصافحة، المصالحة هي أولا التوافق على استراتيجية عمل وطني واحدة بكل مفرداتها، ثم تدابير وخطوات على الأرض يتم تنفيذها. هذا الكلام لم يتوصل إليه أصلا، المتحاورين ما فتحوش موضوع استراتيجية العمل الوطني أصلا، وبالتالي فورا باليوم التالي ينكشف يعني زيف هذه المصالحة. أما قصة الحديث المستجد عن اللجنة الإدارية، طبعا يعني حكومة مش موجودة بده يكون في لجنة، اللجنة هذه بتقول لك أنا بدي أدير وضع غزة، وعندما قدمت حماس مشروعها للمصالحة حقيقة أنا استغربت المشروع اللي حسب ما يعني صرح فيه أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس، أنا استغربت إنه يعني حتى لم يطلب إسقاط التنسيق الأمني اللي هو يعني عار وعاهة، لم يطلب تسليم، ورغم ذلك جاء الرد من رام الله من حماس من 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 المقاطعة إنه يعني هذه شروط تعجيزية. نعم طبعا كل شيء تعجيزي، يعني ما في، اعتقد انه في، لانه فيش توافق على الفكره في الاول، حط الفكره بعدين انت اتفق مع الناس على التدابير. لم تخطر فكره المصالحه في ذهن عباس، ولا في ذهن حتى سنوات طويله، ولا في ذهن الاخوان المسلمين، لا في ذهن هذول ولا في ذهن هذول. وكان عباس عندما يرسل وفوده للمصالحه كان يقول لهم يعني اياكم ترجعوا متصالحين، يعني نعم يوصيهم بعدم التوصل الى اتفاق. وايضا سيد عدلي، الرئيس محمود عباس اتهم جهات خارجيه بانها لم يسمها، اتهمها بانها يعني تسعى الى اطاله مد الانفصال ما بين الفصائل الفلسطينيه حتى لا تقوم الدوله الفلسطينيه، فمن هذه الجهات التي اشار اليها ولم يسمها الرئيس؟ هو كل واحد يعارض عباس له أجندة خارجية، ولا حد بيعارض عباس إلا له أجندة خارجية.
أما الأجندة الداخلية فهي أجندة في جيب عباس، فيش حدا له علاقة بالأجندة، ولا ورقة ولا فصيل له علاقة بورقة من الأجندة الداخلية، ولا واحد مهما كان نبيل في مقاصده له إلا وله أجندة خارجية عند عباس. كلام سخيف لا يستحق الرد أصلا. ما فيش أجندات اليوم. قيادة حماس في غزة وهي قيادة شابة ومن المقاومين، تم التوصل إلى تفاهمات معها مع تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ولما تم التوصل صار الحديث إن ردة الفعل دويلة، إمارة، جمهورية، انفصال، مش عارفة. قلنا لهم يا عم تعال تفضل واسلم الموضوع كله، خذ كل الشاحنة رغم تحفظاتنا عليك، سوق الشاحنة انت، بلاش تودينا الانفصال. هو يفصل الناس ويضيق الخناق على الناس ويقطع عنهم الكهرباء ويقطع عنهم كل، طبعا هي غزة تعاني من الحرمان من قبل هذه الإجراءات. نعم. يعني غزة الاستثناء السلبي ضد غزة والغزيين له 10 سنوات في رام الله. نعم. طبعا ايضا سيد عدي نعم، التفاهمات الاخيره التي جرت بين الفصائل الفلسطينيه في القاهره بالاضافه الى جلسه المجلس التشريعي في غزه، لما اثارت حفيظه تيار الرئيس الفلسطيني، وعلى خلفيتها جاءت هذه القرارات القاسيه؟ فيش للرئيس الفلسطيني تيار. الرئيس الفلسطيني معه مجموعه ضيقه، والغالبية العظمى حتى ممن حوله يعني غاضبون من قراراته. هو يريد الإجهاز على الحركة الوطنية الفلسطينية باختصار، لأنه موعود ووعد، وموعود وعد كاذب أنه يأخذ شيء وهو لن يأخذ شيئا. اليوم من ينظر إلى السلطة الفلسطينية أصبحت أول شيء المؤسسات مجوفة. نعم. مجوفة، لا توجد مؤسسات دستورية. يعني لو واحد إجا من مقربين لعباس فعل الكبيرة في وسط رام الله، لا يوجد أحد مثلا، فيش محفل ولا جلسة ولا إطار ممكن الواحد يقول إنه ناظم أو يحكم العلاقة بين هذه السلطة التنفيذية وبين هذا الشعب وهذا المجتمع. لا يوجد لا مجلس تسريع معلق ومعطل. نعم. ولا مرجعيات ولا منظمة تحرير ولا شيء. هو أوصلنا إلى حال لا تشكل. نعم. أخيرا سيد عدلي، حماس وخلال تصريحات لبعض من قياداتها دعت مصر لاستعادة دورها مرة أخرى في تفعيل وتطبيق اتفاقيات القاهرة حول المصالحة الفلسطينية. لعل خلال الأيام الماضية كان هناك تضارب في الأنباء ما بين تقديم مصر لمبادرة للمصالحة، إلا أن الرئيس الفلسطيني ربما رفضها بحسب أيضا ما تردد. كيف ترى هذه التقارير، ولماذا تسعى بعض القوى إلى تقويض القوى الفلسطينية إلى تعطيل أو تقويض الدور المصري في هذا السياق؟ فيش قوة فلسطينية تسعى إلى تقويض الدور المصري. القوة الوحيدة أو السلطة الوحيدة، مش حتى هي مش قوة لا اجتماعية ولا سياسية. نعم. القوة الوحيدة التي تعارض هذا التوجه هي محمود عباس، هي إدارة محمود عباس. أما كل القوى ترحب بالمصالحة، كل القوى تحترم الدور المصري، كل القوى تعرف أن مصر هي البلد الوحيد على فكرة تاريخيا اللي عمره لما طمع في فلسطين، ولا في يضم فلسطين، ولا لشعب فلسطين، ولا يطلب من الفلسطينيين يكونوا يعني مخبرين معه ولا شيء. فمصر طرحت موضوع المصالحة. المصالحة مخيفة بالنسبة لعباس، لأن المصالحة معناها الذهاب إلى تمكين للإرادة الشعبية، الذهاب إلى صناديق الاقتراع. نعم. أشكرك شكرا جزيلا السيد عدي صادق، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من دبلن. مشاهدينا الآن نذهب لفاصل، وبعد الفاصل نكمل ملفاتنا في العرب الأسبوع لهذه الحلقة.